الثانية وهي قائمة تحرير، وبها عدة أوامر، أهمها أوامر النسخ وأوامر التحديد. مثلا أوامر التحديد، الخيار الأول هو الاختيار كل بروتين، الخيار الثاني عكس التحديد، الخيار السابق أو التعبير. مثلا إكسبريسيون تظهر قائمة، مثلا نختار الحمض الأميني رقم 30، نكتب 30، نضغط أوكي. لاحظ في الأسفل في مكان المعلومات أن هذا الحمض الأميني يتكون من 15 ذرة، ولإظهاره في شاشة العرض نقوم بما يلي: نختار عكس التحديد أو نختار شكل كروي. لاحظ هذا هو الخيار، أو هذا هو الحمض الأميني رقم 30. هناك أيضا الأوامر الأخرى، مثلا أنفيرس أي عكس التحديد، نختار أنفيرس، مثلا نختار بني الكرية والعود. لاحظ هذا الشكل يتغير فقط الجزء المحدد. هناك أيضا النسخ، بإمكاني مثلا خيار إيماج بالضغط عليها، نذهب إلى صفحة الوورد، نختار زر، نضغط بالزر الأيمن ونختار لصق. لاحظ تظهر شاشة أو بروتين الأنسولين مع الخيارات الأخرى للقائمة تحرير. مثلا نقوم بفتح بروتين الهيموغلوبين من قائمة إيديتي، نختار سيليكسيوني ونختار اكسبريسيون، ومثلا نكتب كلمة هيم بغرض تحديد مجموعة الهيم. لاحظ في الأسفل عدد ذرات المكونة للهيموغلوبين. لاحظ عند الضغط على أوكي، لاحظ 172 ذرة مكونة لجزيئات الهيم. ولإظهار مجموعة الهيم فقط نختار إيديتي ونختار إظهار مجموعة الهيم فقط. بإمكاني أيضا تغيير شكل هذه المجموعات، مثلا بجعلها مثلا شكل كرية أو كرية وعود أو غير ذلك. الخيار الآخر هو كوموند، مثلا نرغب في اختيار ذرات الحديد المكونة للهيم، نكتب الأمر select نجمع نقطة F E. إذا لاحظ في الأسفل 4 ذرات. نستطيع تغيير شكل كرية الحديد فقط، لاحظ بجعله شكل كرية أو شكل كرية وعود أو شكل عود فقط.